زراعية أسلوب حياة. ألو الزراعية مباشر. حد يسمعني؟ أنا عندي مشكلة. يا بيه عايز محدش يسمعني. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. التعاونيات أو الجمعية الزراعية هي ليها دور مهم جدا في حياة الفلاح المصري، ولكن منذ نشأة التعاونيات مرت بمراحل مختلفة. بدأت بمراحل قوة، خدمات فعلا حقيقية للفلاح، كان بيقول عليها بيته، وكان لما بيحتاج أي مستلزمات إنتاج ما قدموش غير الجمعية الزراعية. ده إذا كنا بنتكلم على أسمدة أو تقاوي أو بذور أو مبيدات، ده كله كان بيوفره من خلال الجمعية الزراعية. ولكن كان في خدمات أخرى أهم، حصوله على المعلومة والتواصل مع المرشد الزراعي ووجود مهندس زراعي داخل هذه الجمعية كان بيساعد الفلاح أيضا وبيؤمن له محصوله على مدار الموسم. الجمعيات الزراعية توقفت بعض هذه الأنشطة فترات، أصابت هذه الجمعيات من الضعف ومن قلة الخدمات. هناك بعض الجمعيات في فترات سابقة كانت بتعاني من عدم وجود منشأة تستطيع من خلالها أن هي توفر أي خدمة. مع مرور السنوات أصبحت بعض هذه الجمعيات في احتياج إلى التطوير، إلى التجديد، إلى إعادة البناء مرة أخرى. ده كله بيأثر على الفلاح، لأنه إذا ما لقاش حد يسمعه أو يتواصل معاه دي بتبقى مشكلة داخل أرضه الزراعية وبتؤثر على محصوله في نهاية الموسم. لكن في الفترة الأخيرة شهدنا بعض الحركات القوية، خطوات مهمة جدا بتقوم بها الدولة، تطوير قوانين التعاونيات، تطوير الجمعيات، وتطوير آلية العمل داخل هذه الجمعيات. شفنا وتابعنا مع بعض الدور اللي قامت بالجمعيات في فترة تسليم محصول القطن، وأيضا الدور اللي بتقوم به الآن وما زالت مستمرة في حصر أسماء المزارعين وإشراكهم أو التواصل مع الدولة من أجل تطبيق قانون التأمين الصحي. لما يتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الجمعيات أيضا هيبقى ليها دور كبير ومهم. موسم القمح بنشوف الفلاح بيتواصل مع الجمعيات، في هذا العام في حصر دقيق لكل مزارعي القمح علشان يوصل الدعم المستحقيه للي بيزرع الأرض، مش للمالك، للقائم بالزراعة فعلا أو المستأجر بمعنى آخر. إذن الجمعية مهمة جدا، وتطوير القانون في هذه الفترة أهم لأن هو ده اللي هيساعد على أن هي تحقق نشاطات مختلفة داخل الجمعية، ومنها النشاطات التجارية أو أن هي تقدر أن هي تسوق المحاصيل بالنسبة للمزارعين علشان يبقى فيه هامش ربح عادل علشان يوصل لهم ثمرة مجهودهم طول الموسم. كل ده وأكتر المفروض أن احنا نتعرف عليه في هذه الفترة. كيف تخطو الدولة خطوات ثابتة من أجل تطوير التعاونيات ومن أجل إعادة هيكلة التعاونيات، وأيضا وصول خدمة حقيقية للفلاح من خلال بيته وهي الجمعية الزراعية. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة للزراعية مباشرة.